السلام عليكم. اليوم سنعرض لكم الوسادة القادرة على مراقبة نشاط دماغك أثناء النوم حتى تكتشف من تحلم به صديقتك، بالإضافة إلى كرسي المستقبل المتحرك الذي يصعد الدرج بظهرك. لهذا ابقى معنا لمشاهدة 6 اختراعات مدهشة لن تصدق وجودها. ولكن إذا كنت من عشاق هذه الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. ويبيت سبورتس. في البداية إذا كنت لا تحب الذهاب إلى الشاطئ عليك استشارة طبيبك، لأنه أمر ليس طبيعي. ولكن إذا كنت من عشاقه فقد يكون هذا المكان خيارا ممتازا لك. ويبيت سبورتس عبارة عن حديقة مائية محمولة بشكل لا يصدق وتضمن المتعة للجميع، فهي تأتي في عدة أحجام وستكون رائعة لك إذا كنت تمتلك عائلة كبيرة أو أنك رجل أعمال تحب الخصوصية، لأنه لن يعم بها أحد بدون دفع النقود. هذه الحديقة الرائعة تأتي بأحجام مختلفة، أكبر أبعادها يصل إلى 47 متر في 56.6 متر وارتفاعا يقدر بأربعة أمتار، وتقدم أربع طرق مختلفة بمستويات مختلفة من التحديات. أخبرني في التعليقات هل تجرؤ على تجربتها؟ كرسي بدون كرسي. نعم سمعت جيدا، إذا كان حلمك أن تجلس بدون كرسي فنحن هنا لتحقيق هذا الحلم، لا سيما أننا نعاني من ألم الظهر عاجلا أم آجلا، وربما تسبب لك الإهمال في الحصول على هذه الآلام. ولكن مهلا عزيزي المشاهد، سيساعدك هذا الاختراع الرائع على الجلوس في أي مكان بطريقة بسيطة وسريعة للغاية. الأمر يشبه وجود كرسي خلفك، ولكن ليس عليك حمل وزنه غير المريح، يمكنك فقط ضبط مستوياته، وباستخدامه أنت قادر على العمل بطريقة أكثر إنتاجية ومريحة، فالأمر كله رائع أليس كذلك؟ كرسي متحرك. هو كرسي متعدد الاستخدام بتصميم حديث لتغطية أي تضاريس، وهو في نفس الوقت آمن جدا. الآن ربما تفكر في استخدامه للقيام بالسباق مع أصدقائك، ولكن اعلم أن سرعته ليست فائقة كما تتخيل، حيث تبلغ سرعته القصوى 10 كيلومترات في الساعة. فقط عليك الجلوس واتصال هاتفك به للتحكم بأفضل طريقة ممكنة، ويمكن التحكم به من هنا أو التحكم يدويا. الشيء المذهل في هذا الكرسي المتحرك أنه مصمم جيدا للتغلب على أي عقبة تقريبا كالسلالم أو المنحدرات. الأمر مجملا مدهشا أليس كذلك؟ فقط انظر إليه، هذا هو الكرسي المتحرك في المستقبل، فقط عليك رؤية ما يمكن فعله. إنه مذهل على كل المستويات. كبسولة ذكية. إذا فاجأك الكرسي السابق فمع هذا الاختراع ستكون أكثر دهشة. عبارة عن كبسولة آلية، يمكن لهذه الكبسولة إجراء فحص منظار المعدة، ولكن بدون الحاجة إلى تركيب أي أنبوبة. هي بسيطة مثل إدخال الكبسولة بحجم الأقراص، تستغرق العملية 15 دقيقة فقط وبدون أي ألم، وهي طريقة آمنة، لذلك اطمئن، لا يوجد منها أي خطورة ولن تنفجر لاحقا بداخلك أو أي شيء مشابه. في الواقع تعتبر طريقة موصى بها للغاية في الصين، وبفضل حجمها الصغير لن تدرك أن هذه الكبسولة الصغيرة بداخلك. ولا تخف من هذه الكبسولة الصغيرة، فهي ستقوم بفحص جسمك الصغير بأكمله في الداخل. لهذا لا شك أنه اختراع عظيم يفيد الكثير من البشر أليس كذلك؟ غسالة اليد. تم إنشاء هذا الاختراع خصيصا لأولئك الذين يكرهون غسل الأطباق، ففي هذه الحالة لن تضطر إلى قضاء ساعات وساعات في تنظيف الأطباق. لهذا أصبح غسل الأطباق الآن مهمة سهلة للغاية، وتعمل غسالة اليد الآلية بواسطة بطارية قابلة للشحن تدوم قرابة الساعة، وأكثر من الوقت الكافي لغسل كل شيء. لديها فرشتان للخدمة الشاقة وزوج من الأسلحة القابلة للسحب وتنظيف كل شيء على الأطباق والأكواب وحتى الأواني. سعرها يقدر بحوالي 80 دولارا، ولكن لسوء الحظ تتواجد فقط في كوكب اليابان المدهش. مراقبة النوم. إذا لم تعجبك الاختراعات السابقة فربما هذه قد تثير اهتمامك وتتمنى شرائها. حسنا،
إذا كنت تعاني في الليل ولا تستطيع النوم بسبب التفكير في احتمالية خروج صديقتك مع شخص آخر، بالطبع ستكون مهتما اليوم باختراع مراقبة النوم. هذا الاختراع الرائع يراقب نومك ويزيد دورات النوم ويتتبع معدل ضربات القلب، وأيضا يكشف عن إذا كنت ألت شخير في الليل أو تعاني من اضطرابات في التنفس، وكل يوم يصدر لك تقريرا عن حالة نومك لفهم ما يجعل النوم جيدا في الليل وكيف يمكنك تحسينه. أيضا تستطيع حساب عدد فترات الراحة وحتى قياس معدل ضربات القلب لتشخيص اضطرابات النوم المحتملة مثل انقطاع التنفس. فقط عليك أن تضعه تحت وسادتك، ومن هنا سيبدأ في تنفيذ مهمته. لهذا قل وداعا لليالي القلق والتفكير في إذا كان يحبك أو لماذا تركك هذا الشخص. والآن حان وقت قضاء الليلة التي تستحقها، والأمر الجيد في هذا أنك قادر على شرائها عبر أمازون، ولا شك أنه اختراع رائع لجعل حياتك أسهل وللذين يعانون من مشاكل أثناء النوم. الآن وصلنا لنهاية مقطع اليوم. فضلا وليس أمرا ندعوكم لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. إلى اللقاء.